10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وعودة مباريات الملكي ريال مدريد في مساء اليوم أمام أتلانتا. لكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد لقب كأس السوبر الأوروبي. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الملكي ريال مدريد أمام أتلانتا الإيطالي ضمن مباريات الدور النهائي وكأس السوبر الأوروبي. مباراة اليوم على الملعب الوطني بوارسو، القناة الناقلة بين سبورت وان والمعلق عصام الشوالي. انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقيت المباراة مساء اليوم الأربعاء في 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. يذكر بأن الريال مدريد وصل لهذا الدور بعد الانتصار بالتشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا، بينما أتلانتا الصاحب لقب الدوري الأوروبي واليوروبا ليج من أجل البحث عن لقب قاري جديد ومن أجل الانتصار في هذه الأمسية ومنافسات الدور النهائي في كأس السوبر الأوروبي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.